مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ولغة العصر مع كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا الاتصالات وكل ما هو جديد في برامجه التطبيقية والجديدة. مشاهدينا الكرام، في حلقة سابقة كنا قد تعرضنا لموضوع الجرافيك وأهميته وأهم التطبيقات الخاصة به، وفي حلقة النهاردة إن شاء الله هنستكمل موضوعنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ طه صبري، مدير التسويق والمبيعات والخبير في مجال الجرافيك في إحدى الشركات الخاصة. أهلا بحضرتك. أهلا معنا. بك يا فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة يا أستاذ طه، الحلقة الماضية كانت مقدمة وافية عن تعريف مفهوم الجرافيك وأهميته تسويقيا وأهميته مش بس في مجال التسويق والمبيعات، أكاديميا أيضا كيفية الاستفادة به. لو حاولنا نلقي الضوء سريعا عن أهم ما تعرضنا ليه في الحلقة السابقة لنستكمل حوارنا في هذه الحلقة بمشيئة الله عن أهم البرامج الخاصة بالجرافيك. طبعا زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ان قد ايه الجرافيك ده مهم جدا، والشركات العالمية والشركات الكبرى بتصرف ملايين على موضوع الديزاين، لان هو ده عامل الجذب الاول لاي منتج. يعني اي حاجة انا في البداية بشوفها بعيني في حاجة بتشدني، فاول حاجة بتشدني هو التصميم، تصميم المنتج، سواء كان شكل المنتج نفسه، سواء كان الشعار بتاع الشركة، سواء كان الشعار بتاع مثلا دورة ألعاب رياضية، الشعار بتاع نادي، الشعار بتاع أي حاجة المشاهد هيشوفها أو المتلقي هيشوفها، سواء كان مشتري أو المستهدف من الحملة الإعلامية أو الإعلانية اللي بيتم تسويقها. بالظبط بالظبط، زي ما شفنا كده الإعلانات زمان كانت شكلها إزاي والإعلانات النهاردة شكلها إزاي، فالموضوع بقى فيه تطور كبير جدا، وكل يوم بيظهر ابتكارات جديدة وكل يوم بيظهر إبداعات جديدة، والموضوع ده أصله موضوع خيال وإبداع ملوش نهاية وملوش ليميت محدد، بيعتمد على قدرة المصمم على إيجاد كل ما هو جديد. تمام. والخروج بكل ما هو مبدع. تمام. وفارق وغير متماثل مع تمام. أي شيء تاني، ومن هنا بيجي التنافس في هذا المجال. مصمم الجرافيك عليه دور كبير جدا طبعا، وعليه إقبال كبير جدا كمان من أصحاب الشركات في مجال تكنولوجيا الاتصالات وفي غيرها طبعا من المجالات. لو كلمنا عن مصمم الجرافيك كخبرة وكدراسة أكاديمية، يعني أيهما الفيصل الأكبر في امتياز مصمم الجرافيك وتفرده عن غيره من المصممين؟ ده سؤال مهم جدا جدا، ودي نقطة فعلا تعتبر من أهم النقط اللي احنا لازم نركز عليها، هو الموهبة. إن المصمم الجرافيك ده مش موضوع خبرة وتعليم ويكون أوير أو على دراية بالبرامج المختلفة، لا، لازم يكون عنده موهبة الإبداع وموهبة الخيال وموهبة الابتكار، إن هو يبقى قادر يبقى عنده حس في تنسيق الألوان وحس في اختيار اللوجو، لأني يعني مثلا لو أنا شركة معينة، لو احنا شركة معينة وبنشتغل في مجال معين، فلازم يبقى اللوجو والشعار أو شعار الحملة الإعلانية يبقى حاجة مرتبطة بالمنتج اللي هي بتعمله، وحاجة مرتبطة بالهدف اللي معمول عشانه، سواء كان هدف تسويقي، سواء كان هدف وليكن شعار حملة توعية whatever، كل الكلام ده لازم يكون بيبقى ليه دور مؤثر في الجمهور. طبعا أستاذ طه، يعني انتوا بتشعروا بالفارق ما بين أساليب الدعاية باستخدام الجرافيكس المختلفة، الفارق في جذب الجمهور، اكيد في حاجات بتلفت نظركم ان نجاحها اكبر في جذب عدد اكبر عدد من المستهدفين من تمام. الحمله، وفي صح. حاجات تانية ما بتلاقيش نفس النجاح. بتبقى ايه مؤشرات نجاح التصميمات الجرافيك المختلفه طبعا بعيدا عن المصمم وان كان هو العامل الاساسي فيها الى حد ما؟ تمام، اهم حاجه ان هو ان التصميم ده يرضي اكبر عدد من الاذواق، فلو انا قدرت كل ما انا اقدر اجذب اكبر عدد من الاذواق، فبالتالي يبقى ده انجح تصميم.
فانا بدور سواء في منتج سواء في اعلان سواء في كل الكلام ده، ان انا ارضي عدد كبير جدا من الذوق المستهدف او العميل المستهدف من زائد ان المنتج ده بيتقدم لمين؟ سي بيتقدم لفئه عمريه مثلا للشباب، يبقى انا لازم اركز في التصميم بتاعي وفي الاعلان بتاعي او في الشعار بتاعي ان هو يبقى عامل جذب للشباب لهذه الفئه. بالظبط كده. جميل. بالظبط. البرامج الخاصه بالجرافيك اكيد متعدده ومتنوعه. طبعا احنا في حلقه سابقه اتكلمنا عن اهميه الجرافيك بوجه عام والتطبيقات اللي بتتم من خلاله على اختلافها وتنوعها. خلينا في حلقه النهارده نتكلم عن اشهر البرامج الخاصة بالجرافيك وكيفية تسويقها ومين المهتم انه يتعرف على الجديد في هذا المجال. تمام يا فندم. طبعا برامج الجرافيك كتيرة جدا ومتنوعة وليها استخدامات عديدة، تعتبر ان احنا كلهم بيكملوا بعض، وده كل برنامج بيبقى له استخدام معين وبيبقى فيه حاجة معينة بيبقى البرنامج ده يعني بروفيشنال فيها، او اللي بيشتغل على البرنامج ده بروفيشنال في الحته دي لانه متمكن من البرنامج بتاع الجزئيه دي. فمثلا عندنا برنامج الفوتوشوب، ده برنامج خاص بالصور والمؤثرات التاثيرات اللي على الصور ولتصميم الصور، وبرده مهم جدا في موضوع التصميم. برنامج الاليستريتور، وده برده نفس الكلام بيتعامل مع الرسومات وده يتهيألي احدث البرامج. تمام. بالظبط بالظبط. وهم زي جروب كده مجموعه واحده. وفي برنامج اسمه كوريل درو، ده برده برنامج للرسومات. كل البرامج دي في الاخر يعني بتتجمع عشان تقدم لي في الاخر منتج نهائي بيرضي اغلب الاذواق والمتطلبات. يتهيألي ان كل برنامج موجه لخدمه هدف بالظبط معين. يعني لو اتكلمنا عن الفوتوشوب، لو اتكلمنا عن الستريتور، بوجه عام وتنوعها وايه الخدمه اللي بتقدمها لاي عميل بيستخدم هذه البرامج. تمام يا فندم. احنا الحقيقه معانا يتهيألي النهارده هناخد فكره عن الاليستريتور، برضو نكمل فكرتنا عن الاليستريتور شويه. يا ريت. وعن الفوتوشوب ايضا ان امكن. بالظبط. بحيث ندي يعني نبذة بسيطة عن كل برنامج من برامج الجرافيك المتاحة لشبابنا واللي ممكن من خلالها يفتحوا بيها أكيد مجال مهني وحرفي أيضا. تمام. ويستفيدوا بيه استفادة كاملة، وخصوصا اللي عندهم الموهبة وعندهم الإبداع وعندهم الخيال. فمهم جدا أنه يبقوا أوير بالبرنامج ومتمكنين من البرامج دي. جميل. بس فاحنا النهارده هنبتدي بقى نكمل. نعم. النبذه بتاعتنا عن برنامج الاليستريتور. طبعا زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت هناخد فكره سريعه كده عن القوائم والحاجات اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت. قائمه فايل دي هي اللي انا ببتدي اختار منها او بعمل منها ملف جديد او فايل جديد. بس فلو جينا نختار نيو فايل مثلا، زي ما قلنا بيبقى فيه الاسم بتاع الفايل ده، وليكن مثلا بسمي الفايل ده 1 2 3. بختار البروفايل بتاع الفايل ده، وليكن انا عايز اصمم حاجه بروشور لشركه او شعار لشركه، فمعنى كده ان دي حاجه هتطبع بعد كده، فبختار ان الحاجه دي هتبقى برنت. طبعا نمبر اوف اوت بوردز، احنا قلنا ان دي عدد الصفحات، فلو جينا بنتكلم عن عدد صفحتين زي ما احنا قلنا، والسبيسنج ما بينهم وحجم الورقه اللي احنا بنشتغل عليها والبليد، وهو ده الاطار اللي بيبقى حوالين التصميم، وده اتكلمنا عليه بوضوح المره اللي فاتت بس. ودي قدامي شاشة البرنامج، بقدر ابتدي يعني نبتدي واحدة واحدة نقول التولز بتاعتنا والحاجات اللي احنا بنحب نستخدمها. فالنهاردة هنبتدي نشوف ايه القوائم او التولز اللي قدامي دي في البرنامج، وليكن مثلا التولز بتاعت التلوين المختلفة اللي هي بتبقى على الشمال في الشاشة على اليمين في الشاشة، و
يعني مثلا التولز دي بتبقى موجوده، مجرد ما انا بضغط كليك عليها بيتفتح لي التولز دي، وبيبقى قدامي مثلا كل التولز بتاعتها، وكمان بقدر ان انا اخدها واتنقل بيها واخرج بيها بره في البرنامج. طالما انا يعني لو انا بستخدم القايمه دي اكتر قايمه بستخدمها، فبقدر ان انا اتحكم فيها واشدها من شريط الادوات اللي هو على اليمين، واتعامل معاها بالشكل اللي هي تبقى عندي فرصه اكتر ان انا اختار من الالوان المختلفه، ولو عايز ارجعها تاني برجعها تاني لشريط الادوات زي ما شفنا. يبقى كل الادوات اللي قدامي دي، طبعا ان انا محتاج ان انا اجرب كل الادوات واجرب كل الاشكال، وازاي ان انا اقدر من الشكل مثلا، يعني لو اخترنا، لو جينا نتكلم على الريكتانجلز تولز اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، وهي الاشكال والرسومات. لو انا بختار مثلا شكل زي شكل الستار ده، وحبيت ان انا ارسم شكل ستار زي اللي احنا شايفينه ده، تمام؟ فبعد ما برسم شكل الستار، طبعا بعد ما برسم الشكل بيتحدد، باجي بدوس على السلكشن تولز عشان اقدر احدد الشكل اللي انا رسمته ده، وهو الستار اللي انا رسمتها. لو بعد ما رسمنا الستار دي، طبعا احنا عرفنا ان احنا بنلونها ازاي، بنختار لون الفيل اللي هي الخلفيه، وظهر قدامي مجموعه الوان مختلفه، وليكن مثلا بختار لون معين زي اللون ده. وطبعا عندي في الاوت بورد اللي هو الستروك بتاع الديزاين اللي انا رسمته، وقلنا ان احنا بنقول مثلا لون الستروك ده وليكن مثلا بختاره لون اسود مثلا، وباجي هنا بختار اللي هي السمك او الوضوح بتاع الستروك ده او الاطار اللي حوالين الرسمه، سواء كان اطار سميك او بالشكل ان انا اقدر اتحكم فيه. نيجي نقول بعد كده بقى في ادوات كتيره قوي بقدر اتحكم في الرسومات اللي انا رسمتها دي. لو انا مثلا يعني اول ما بدوس كده على الرسمه اللي انا رسمتها، بيظهر لي فوق شريط الادوات بتاع الرسومات دي، وليكن مثلا حجم الاستروك، او لو جيت دوست على البوينت اللي هي النقاط اللي حوالين الرسومات دي، بيجي لي مثلا انا عايز اعمل الرسمه دي اغيرها، اعمل لها روتيشن، يعني مثلا اعمل لها روتيت كده تبقى بالشكل ده. بيبقى عندي مجموعة تانية من الرسومات، وليكن دايرة أو مستطيل أو مربع أو راوند ريكتانجل اللي هو بيبقى مستطيل بس بالدائري، الأطراف بتاعته دائرية، وإزاي إن أنا أقدر ألونها، وإزاي أقدر أعمل لها ستروك بس، واقدر اعمل سيلكت لكل الحاجه دي من السيلكشن تولز. طبعا احنا او في البدايه مثلا لو جينا نعمل اندو نلغي الكلام ده، في البدايه لازم انا اقول مثلا انا سي مثلا عايز اصمم لوجو لشركه، فانا بقول مثلا وليكن الشركه دي بتشتغل في ايه؟ مجالاتها ايه؟ نعم. هنقول مثلا الشركة بتشتغل في الحاجات التكنولوجية، او بتتكلم مثلا في، هنقول شركة من شركات الموبايل، فالموبايل ده عندنا مثلا شريحة الموبايل، فاقدر انا افكر الشركة دي بتشتغل في مجال الموبايل، ممكن اعمل اللوجو بتاعها على شكل، يبقى في هنت او اشارة على شكل مثلا شريحة الموبايل، وشريحة الموبايل دي شكلها بيبقى عامل ازاي. فمثلا لو جينا نختار مثلا، يعني قلنا مثلا احنا بنعمل لوجو لشركه، فمثلا عندنا مجموعه من يعني باخد سي مثلا مستطيل صغير كده وبختاره. طبعا انا عايز اعمل مجموعه مستطيلات، فانا اقدر اعمل سيلكت على المستطيل اللي انا عملته ده، واخد منه من قائمه اديت، اخد منه كوبي واعمل بيست، اخد
نفس بالشكل انه يبقى نفس الحجم ونفس السايز، واقدر ارتبهم كده جنب بعض. طبعا وانا برتب ببص الاقي هو اوتوماتيك بيساعدني، يعني مثلا انا لو المستطيل ده بعيد عن المستطيل التاني، البرنامج بيساعدني اول ما بقرب بيديني ان هو في نفس السنتر بتاع المستطيل اللي جنبه، يعني بالشكل ان هو يدلني على انه يبقى في نفس المساحة ونفس السنتر بتاع المستطيل اللي جنبه وهكذا. يعني مثلا لو خدت اقدر اخد كوبي من المستطيلين دول عن طريق قائمة ايديت وكوبي، واقدر اعمل لهم بيست تاني في مكان تاني، واقدر وليكن مثلا الشكل ده، اقدر اخد اعمل سيلكت على كل المربعات اللي انا عملتها دي واخد منها برضو كوبي واخد منها نسخة تانية وليكن النسخة دي. لو سي مثلا انا هقدر اتحرك بمربع واحد كده واخد برضو كوبي تاني من المربعات وبعمل يعني نسخ ولزق للمربع اللي انا بختاره. من الواضح ان مفيش حدود طبعا طبعا، يعني انا لعدد التصميمات اللي ممكن نعملها، ولكن الانجح هو الاكثر تعبيرا تمام عن المنتج اللي احنا بنسوق له او الموضوع اللي احنا بنصمم الجرافيك علشان. تمام، ده يدلنا على ان الامر هين وسهل في ظاهره بالنسبه لكثير من الراغبين في دخول مجال تصميم الجرافيك. تمام، لكن اكيد في شيء بيميز او بيدي انفراده لكل مصمم عن الاخر. أكيد. وده اللي بيوجد التنافس. أكيد. ما بينهم. أكيد. هو برضو الابداع وفقط طبعا، ولا في الموضوع تطور جدا في مجال الجرافيك على مستوى العالم. تمام. واصبحت ادواته كل يوم في تطور وكل يوم كتيرة جدا ومتعددة. كتيرة فعلاً. الملاحقة لكل ما هو حديث من المصمم اكيد برضو بيبقى طبعا طبعا داعم لنجاحه اكيد اكيد. اي مصمم لازم يبقى دايما اوير، لان حتى البرنامج الواحد بيبقى فيه اكتر من اصدار، يعني بيبقى فيه كل فتره وليكن ممكن اقل من سنه بينزل اصدار جديد للبرنامج، في اوبشن اعلى وفي تولز اكتر وفي امكانيات اكتر، واخد بال حضرتك؟ فكل ده يعني احنا لازم نكون ابديتد ولازم نكون اوير دايما بكل الحديث وكل الجديد في كل البرامج. أكيد. بالشكل عشان نبقى دايما مواكبين لكل تطور بيحصل. احدث الظواهر اللي بنشوفها في مجال تكنولوجيا الاتصالات ان اي متعامل مع اي شيء في مجال الكمبيوتر او مجال الاتصالات سواء بموبايلات او تمام على بكافه انواعها واشكالها بقى عنده القدره على اعاده تقييم واعاده المساهمه في التجديد والتحديث. مجال التصميم الجرافيك متاح لينا ان احنا نعيد تغيير شيء في البرنامج، نطالب ان كان في شيء ممكن ييسر لينا الامر بطريقه او باخرى. متاح لينا التواصل ده مع شركات طبعاً الكبيره ولا احنا ما زلنا في مجال التطبيق فقط؟ لا لا، كل الشركات العالميه بتعمل فرصه للاقتراحات. امال يعني احنا لو جينا نتكلم عن الويندوز من زمان كان شكله عامل ازاي؟ بالزبط. فكل ده بيبقى اقتراحات ناس، ولو الـ يعني كله بيسعى انه يبقى بيسهل على المستخدم، وده اهم حاجه ان احنا نسهل على المستخدم كل حاجه بشكل ان هو يبقى الموضوع الاستخدام سلس وسهل وبسيط وممتع، واقدر يعني كل برنامج البرامج بتتنافس مع بعضها انها تلبي كل احتياجات المصممين من التصميم نفسه، ان هي تساعده كل تولز تبقى في كل البرامج. لكن طبعا
مفيش برنامج بيلم بكل حاجه، كل البرامج زي ما قلنا بتكمل بعضها، بيبقى فيه مميزات عن ميزه عن هنا عن في برنامج عن برنامج تاني، وده اللي بيأكد على ان مصمم الجرافيك لازم يبقى عنده خبره بكل طبعاً البرامج المتاحه طبعاً في السوق لخدمه اهدافه التصميميه. اكيد اكيد. جميل. مجال تصميم الجرافيك متسع وكبير، لو اتكلمنا عنه في مصر واهم التطبيقات العمليه اللي احنا بنشوفها ونجد فيها تصميم الجرافيك له مساحه كبيره من نجاح طبعاً هذه الشركه او هذا المجال من المجالات، اكتر المجالات الناجحه في استخدام الجرافيك واللي نجحت من خلال الجرافيك. طبعا يعني مثلا هنقول اكتر حاجه مثلا الاطفال، المنتجات بتاعه الاطفال، ان بيهتموا بالديزاين، وليكن حتى نقول شوكولاتايه مثلا، بيبقى في الديزاين بتاع الباكينج بتاعها والعبوه شكلها عامل ازاي، بالشكل ان هي تبقى اتراكتيف للطفل، فيها الوان بيحبها الطفل، وكل ده بيتعمل له دراسات، وكل ده بيتعمل له خبراء وناس متخصصين، دراسات نفسية واجتماعية طبعًا أيضا طبعًا. نعم. إن الشريحة المستخدمة للمنتج ده من فئة عمرية كذا، فإيه الألوان اللي بيحبها الفئة العمرية دي طبعًا، بالشكل إن هو بيبقى المنتج نفسه أتراكتيف، بيبقى يعني بيشد العميل النهائي إن هو يشتري المنتج ده. نفس الكلام لاعب الأطفال والشخصيات بتاعت لاعب الأطفال والناس اللي بتبتكر شخصيات جديده، زي كل الشخصيات اللي احنا عارفينها بقى من ميكي ماوس وهكذا، كل دي طبعا حاجات الديزاين شيء رئيسي ومؤثر فيها بشكل كبير. جميل. ممكن تصميم الجرافيك يوجد لنا طفره في مجال المناهج الدراسيه سواء قبل الجامعية أو الجامعية؟ طبعاً. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك يعني أنا شايفة أن تطبيقاته معظمها وإن كانت طبعا لها أهميتها في مجال استهلاكي ومجال تسويقي طبعاً لمنتجات عديدة، إنما مجال التسويق العلمي ده مهم جدا الحقيقة، إحنا مفتقدين أكيد وجود الجرافيك فيه. بالضبط. اسمح لي ضيفنا الكريم الأستاذ طه صبري أن يكون لنا حديث في هذا الموضوع بمشيئة الله عن مجال تصميم الجرافيك وخدمته في المجال الأكاديمي، بالإضافة لحديثنا عن أحد برامج الجرافيك الأشهر وهو إليستريتور في الوقت الحالي طبعا. فبمشيئة الله يكون لنا فرصة في الحديث عنها في حلقة قادمة بمشيئة الله. إن شاء الله. الأستاذ طه صبري مدير المبيعات والتسويق وخبير الجرافيك بإحدى الشركات الخاصة، أشكر لحضرتك هذه الحلقة. شكرا يا فندم، ألف شكر. أشكرك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا ولغة العصر، شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.